مش بقى قمة تجمع البريكس، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الجنوب أفريقي، وأكد الرئيسان على الاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتكون مثال يحتذى به لما يمكن إنجازه على المستوى القاري، والاستمرار في تعزيز وتنويع أطر التعاون في مختلف الأصعدة، سواء كانت سياسية واقتصادية أو أمنية، وده اللي يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة اللي بتجمع البلدين الشقيقين. كمان تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، وتم استعراض جهود مصر وجنوب أفريقيا تجاه دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأكد الرئيسان مواصلة التشاور والتعاون على جميع المستويات بهدف التوصل لتهدئة في المنطقة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان ومنع الانتهاكات بالضفة الغربية ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة. مش بس كده، أعرب الرئيس الجنوب أفريقي عن تقديره لدور مصر الجوهري في هذا الصدد. هاتفيا بينضم لنا الكاتب الصحفي اكرم القصاص، رئيس مجلس اداره اليوم السابع. استاذ اكرم، انا برحب بيك في اليوم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. رسائل مهمه الحقيقه النهارده من خلال كلمه مصر، كلمه الرئيس السيسي بقمه تجمع بريكس بلس، سواء كان بقى بالامس او النهارده تحديدا. حضرتك شفت رسائل اليوم، شفتها ازاي؟ اهم المحاور سواء كانت داخليه او خارجيه. يعني الحقيقه طبعا بريكس بحد ذاته بيعتبر تحول كبير من السنه اللي فاتت، يعني انضمام الدول مصر والسعوديه والامارات وايران ودول اخرى الى البريكس، في رغبه كبيره جدا في اصلاح النظام العالمي او مواجهه اختلالات النظام العالمي. الجزء طبعا الاقتصادي ده شيء رئيسي، لكن كمان حتى الاقتصاد لا ينفصل عن السياسه، وبالتالي كلمات الرئيس الحقيقه النهارده او في امام القمه الرئيس والكلمات كان فيه اكثر من تركيز واكثر من رساله. الحقيقه الجزء الاقتصادي طبعا التعاون الاقتصادي وتوسيع التعاون وكمان تدخل بريكس في حل المشكلات العالقه بين اعضائها، اعتقد هدف مهم جدا خاصه مع اختلال النظام العالمي فيما يتعلق بالتدخل في مواجهه الازمات والصراعات والتهديدات المختلفه. فالقمه ال 16 النهارده بتنعقد في ظل بالفعل تحديات كبيره اشار اليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه كمان حتى البريكس نفسه كان ناتج من الازمات العالميه اللي كانت موجوده 2006 ثم 2008 2009. الحرب اللي موجوده على غزة شغلت مساحة كبيرة من كلمات الزعماء في القمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال انه لا يمكن ان احنا نتحدث عن الازمات دون تجاهل الازمة اللي بتشهدها الشرق الاوسط ووقع الحرب الاسرائيلية لاكثر من عام والترويع والحصار والضغط، ودعا الى تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد. وده كان جزء من كلمة الرئيس. طبعا الرئيس اشار قضايا اقتصاديه والجنوب مع الجنوب وتضامن والاستفاده من البنوك، البنك الخاص ببريكس او في غيره، لكن كمان كانت القضيه السياسيه بانعكاساتها، لانه الرئيس اشار لانه في انعكاسات اقتصاديه لهذه الازمه وهناك اتفاق. احنا لمسنا استاذ اكرم تقريبا اتفاق شبه كامل من كل دول تجمع بريكس حول ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وإدخال المساعدات الإنسانية وضرورة وقف الحرب فورا. كيف يؤثر هذا التجمع على مجريات الأمور في الشرق الأوسط؟ هل من تأثير؟ بالتأكيد. يعني أولا البريكس نفسه في انتقادات كبيرة لاختلالات النظام، وكان في يعني دعوة لتقوية هذا النظام. يعني الرئيس عبد الفتاح يتكلم على الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، الرئيس بوتين يعني أمن على هذا الكلام وقال انه يجب تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وإنه النظام الدولي لازم يكون أقوى من كده. في الصين الرئيس الصيني شي جي بينج قال أهمية إحياء حل الدولتين من أجل إنهاء القضية الفلسطينية وحلها حلا نهائيا، وإن الصين استضافت لقاء فلسطيني فلسطيني للتسوية، وانه النهضه المشتركه كمان لدول الجنوب مرتبطه بحل القضايا السياسيه واحلال السلام. انه الحقيقه انه بريكس
كمان يعني في التحليلات الواضحه انه النهارده في حصار على موسكو مثلا استطاعت ان تخرج من هذا الحصار، تحليلات دوليه كثيره. في كمان انه الصين بترى انه السلام والاستقرار في العالم وضروره تسويه الاوضاع بما فيها حرب في اوكرانيا، لانه اختلالات النظام العالمي خلت انه دوله كبيره او قطب كبير زي الولايات المتحده ينحاز الى طرف ويصعد الامر ويتدخل في الامر اللي اثار هذه الحرب، ووراه المعسكر الغربي اللي اصبح النهارده بيعاني من انعكاسات هذه الازمات. وبالتالي قاده بريكس كلهم اتفقوا حتى في بيان قمه بريكس اعلان قازان على دعمهم لقبول دوله فلسطين كعضو كامل في العضويه في الامم المتحده، ودعم الجهود المصريه والدوليه لوقف فوري لاطلاق النار وتسريع امدادات المساعدات، ودعم قبول دوله فلسطين في سياق الالتزام بحل الدولتين على اساس القانون الدولي. فده برضه تطور مهم. هل تاثيره؟ بالتاكيد غالبا بيبقى فيه تاثيرات مختلفه. النهارده العالم كله بيتفاعل ويغلي باتجاه وقف هذه الحرب اللي اصبحت حرب مدمره وبتتسع وبتهدد بتهديد اقليمي كبير في هذا الامر. ده الجزء السياسي الحقيقه من القمه اللي هو ما كانش يمكنها تجاهل هذا الامر وفرضت نفسها على الدول مختلفه، لكن والبناء طبعا عليها. انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع. انا بشكرك شكرا جزيلا. أروح